ربي يدوم علينا هالنعمة محليها إن شاء الله. النواصر متاعنا حضرت واليويو متاعنا مزين، طاولتنا مزينة ياسر، طاولة مزينة هذية من فينسون ديكو، دونك محليها محليها. كيف كيف المعون متاعنا الشباب اللي على الطاولة هميلة؟ أي نحن قلنا اللي هذا يدخل في الفور وهك تشوف حاجة مزيانة برشا، وزوز الوان في البلون بالنوار، ولا تنجم يكون كيما هكا بالفير والنوار كيما السيرفيس نتاعنا. وحاجة أخرى الطابع، فهميلة هو هذيك فيه نواصل ما نجمش نقلبها، هو ديما في الصحن باش يلقاو الطابع تاع هميلة. مش هكاك يعني يبداو متأكدين من المعونة نتاعها محلو ياسر مزيان وشباب، وهو يكمل الماكلة خاطر الطاولة أون بليس مصنوع في تونس خاطرها ماركة تونسية وصحي. معناها ما تخافش كي باش تحط في حاجة اوكي صح، معناها ما تخافش منه من التكسير برشا. صحيح، ويلزمنا نشجعوا السلعة التونسية نتاعنا، سورتو كي تبدا الكاليتي باهية، الديزاين باهي، الصوم باهي. بصراحة خاطر احنا توا مهم برشا برشا باش نوليو نستعملوا الحاجات نتاعنا. لازمنا خاطر الانتاج التونسي يلزم نشجعوا، لازمنا نشجعوا الصنع التونسي. اي صحيح. وانت اليويو نتاعك مزين كيف كيف، هذاك تونسي تونسي هاكا حاضر؟ تونسي بيغ، وحبيت نزينه في مفرد زيد نحاس تونسي. والكعبرات نتاعك زيدوا شطر في ال شفت كيفاش؟ عجبوني الحقيقه. دونك حطيت كل واحده بحذاها بنتها. فوالا عطيتكم لي زاستوس نتاع اليويو باش ينجح. دونك تبعوا الغوسيت كيف ما هي وعاود ينجح. اخذوا شدد المغرفه زي المغرفه المغرفه واميس واميس يا اللي تعاوننا باش انا السوبلا، انا السوبلا هنا اللوطاني هذا اللي هو نتاع باش ما تهلكش. قربني شويه باش تفضل. الطاوله كيما هكا ونهلكوها بحاجه سخونه سامحني. هو ميس هاك تخمم فيك عطاتك لي سوبلا. اي تحب قرنفل في الميس بيان سور. شنو نحب انا انا نعاونك بشير نهز لك هذا باش نجم انت تغرف. شفتها كعبه بكعبه؟ اي خاطرها دخلت الكوشه سبعه دقائق كما قلنا. الصوص نتاعها ما يلزمش عاقده، يلزمها تكون شويه هكا محلوله باش تنجم النواصر تشربك الصوص هذيك. وكي تدخل سبعه دقائق تخرج كعبه بكعبه مزيانه. الله الله الله، كان ما جيتش انت ما نخليكش تاكل قبلي. ريت كيفاش اختي سالت تعرف فيكم من شيرت. انا متاكده اللي شفت من اي شيره من اليمين من اليسار. ما تحب انت مش كيفك عطيتني. نحب شويه بطاطا ما نحبش الجيش. اللي يشوفوا تويكا ويتشهيوا مثلا يقول لك يا شهوني في النواصر. غدوه وكا طيبوا النواصر باش ما تخليوش الشهوه في قلوبكم، خاطر بالحق تشهي. انا نحب النواصر دونك حتى هو عاملها بالزبده ما يسالش سينو. انا نحبها الحقيقه بطريف سمن باش تبدا الريحه كلها سمن وبنينه، لكن فما اللي ما يحبوش السمن. طريقه بشير اللي عملها بالزبده هايله برشا ومفركه كعبه بكعبه. كي نذوقوا نقولوا لك يا بشير بنينه والا اخضر قبلنا. انا عمري ما ريت تعرف كل حلقه نتفاجئ بيكم انتم تذوقوا الاولانيين وانتم باهي بنينه؟ بنينه انا برشا ولا شويه؟ بنينه على الاخر. منين؟ حاره اون بليس كما تحبها انت. ناقصه شويه سمن كل دقيقه باش نقولوا لك على السمن. حاره في حقها هبل والله بنينه بالزبده بنينه هيله هيله هيله. طب باش نذوق الفيح نتاعك في الدجاج باش انا نقول لهم الحقيقه باش وقت اللي طيبوها باقي باش نلح. تحيه كبيره 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 للجزائريه اللي يشوفوا فينا خاطر يحبوا يطيبوا النواصل. منال قالك شو العمل عباده والاكل عباده. دونك الجوع كافر عندك. اي لا على الاخر على الاخر بنينه بنينه بنينه. يعطيك الصحه يا بشير. سنابل كارتاج النواصر بتاعها ياسر بنينه وخفيفه، وان بلوس كي نعملوا لها الزيت ما تلصقش وتلقاوها كعبه. بصراحه بصراحه تقولوا طعم ايام زمان. صحيحه صحيحه، كانك تاكل في النواصر العربي اكل بنينه الفاوحه. برافو عليك يا بشير الاقتراح نتاع اليوم. ديما اقترح علينا حاجات هكا تونسيه اكلات ممكن نسينيهم، والا نذكروا زاده كيف كيف المشاهدين باش يطيبوهم. منال زاده كيف كيف يعطيك الصحه على اليو. ميرسي. خلينا نقولوا باي باي باش ناكلوا على راحتنا. عرفت قبيله حلو. اصبر باش ناكلوا احنا اليو حتى نكملوا الصحن. لا قبل نقولوا باي باي المشاهدين رجع بكلي نشطر صحن احنا وهو مازال ما تشحرش. نقولوا ملتقانا الجمعه الجايه نهار الثلاثاء، وان شاء الله ان شاء الله نشوفكم بخير. باي باي. تفضلوا تو.
décoration et art de table. OMS, Taïb qui m'a un grand chef. سنابل كارتاج طعم ليا مزينة فانواز حلوة منك.